السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. هذه زهرة الهيبسكس البيضاء، وهذه نباتات صغيرة للهيبسكس كما نشاهدها. نتحدث اليوم 22 أغسطس 2021، وعن زهرة الهيبسكس الحمراء. هذا ما نشاهده، هذه نباتات الهيبسكس أو شجيرة الهيبسكس، وهذه زهرة الهيبسكس الحمراء. طبعا احنا عندنا من شجيرات الزينة هناك شجيرات مزهرة، منها شجيرات الهيبسكس وهذه الزهرة الرائعة. هي عموما زهرة نموذجية، يعني بها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث. هذه زهرة الهيبسكس، طبعا شاهدنا منها الزهرة البيضاء وهذه زهرة الهيبسكس الحمراء. يقال عنها زهرة نموذجية بمعنى أنها بها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث. عن شجيرات نباتات الزينة وعن هذه الزهرة التي تأخذ الشكل المثالي. طبعا هذا هو البرعم الزهري، هذا البرعم الزهري يتفتح ويعطي لنا هذه الزهرة، وهي زهرة كما نذكر مثالية. هذا الجزء الأخضر هذا هو الكأس، والبتلات الحمراء هي التويج، وهذه أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث. عن هذه الأزهار المثالية هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر.